قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. انتبهوا، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إما أن يكون الإفساد في الأرض ما يراه الناس كقتل الأنفس وحرق البيوت وإتلاف الزروع، هذا إفساد في الأرض. أو يكون الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي الكفر بعد الإيمان والمعصية بعد الطاعة. فإما أن يكون شيئا ظاهرا للناس وهو إفساد البلاد بأعيانها المعروفة، وإما أن يكون بالمعاصي الإفساد بعد إصلاحها، إما بعد إصلاح بنيانها وعمارتها وكذا، وإما إصلاح بالطاعات لله تبارك وتعالى، وكل هذا داخل فيه. وادعوه خوفا وطمعا، أي ادعوا الله خوفا وادعوه طمعا. هنا قال تضرعا وخفيا، وهنا يقول خوفا وطمعا. الخوف والطمع، خوف ألا يرد، ألا يستجاب الدعاء، وطمع أن يستجاب الدعاء. خوف من النار وطمع في الجنة، خوف من العقاب وطمع في الثواب. خوف وطمع لابد تجمع هذين الأمرين، ما يصير بعد بس خوف أو بس طمع. ولذلك الله تبارك وتعالى في الحديث يقول: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالإنسان يدعو الله خوفا وطمعا، الخوف والرجاء. وقال أهل العلم: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائر، لا يمكن يطير الطائر إلا بجناحين. كذلك المسلم لا يمكن أن يعيش إلا بالخوف والرجاء، أن يجمع بين هذين الأمرين العظيمين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد جاء عن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي أنه سأل أبا حازم التابعي، قال له: لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له: عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون أن تخرجوا من العمار إلى الدمار. قال: فأين رحمة الله؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإنسان يحرص على أن يكون من المحسنين حتى تناله رحمة الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله لا ينالها إلا المحسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال أهل العلم: وقال قريب ولم يقل قريبة من قريبة، وإنما قال قريب من المحسنين، إما لأنه مؤنث غير حقيقي والأمر فيه سعة، ما تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، يعني مؤنث غير حقيقي الأمر فيه سهل، وإما أن يقصد إن رحمة الله قريب من المحسنين يريد المطر الذي يتكلم عنه في الآية التي بعدها، إن رحمة الله أي المطر. فانتبه إلى المعنى، نبه إلى المعنى، والمقصود بالرحمة هي المطر الذي ينزله الله تبارك وتعالى الأرض. فقال: المطر قريب من المحسنين، أن يرزقهم الله تبارك وتعالى هذا المطر.